طفولة جئنا لراية العلم نرفع بين أسوار العلم نرتقي ومعلم بنا يحتفي ويبدع. فإذا بطفولتي تكبر بالعلم والأدب وكأني نحلة بين الزهور ترتع وفي كل سنة لي وقفة تتجدد مع العلم والمعلم. فإذا وطلت هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر. ها هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر. يوم الشهادة أخبروا وتباشروا أحلى خبر وتعالت البسمات يا بشرى لنا بين البشر وطلت الأفراح ترسم بالدنا أحلى الصور وتراقصت نبضاتنا كالطير في الجو انتشر قسماتنا صارت كوارد قد تفتح بالمطر. هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر. هذه الحياة بها اللقاء بها الفراق بها العبر الحب جمعنا ولكن اللقاء لا يستمر فيه صحيباتي وداعا قدنا وقت السفر وقت التفرق حان من بعد السعادة والسمر. هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر. هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر. فهم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر. يوم الشهادة أخبروا وتباشروا أحلى خبر وتعالت البسمات يا بشرى لنا بين البشر وطلت الأفراح ترسم بالدنا أحلى الصور وتراقصت نبضاتنا كالطير في الجو انتشر قسماتنا صارت كوارد قد تفتح بالمطر. هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر
تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر هذه الحياة بها اللقاء بها الفراق بها العبر الحب جمعنا ولكن اللقاء لا يستمر فيه صحيباتي وداعا قدنا وقت السفر وقت التفرق حان من بعد السعادة والسمر ها هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر ها هم جنوا بعد المشقة والعناء أشهى الثمر زرعوا فحان حصادهم والسعد قطر منهمر تاج النجاح على الرؤوس توسطت فيه الدرر بشرى لكم ودعتم وقت التكدر والسهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره وعلم مولود كل مخلوق وفطره والصلاه والسلام على معلم البشريه وهادي الانسانيه صلى الله عليه وسلم وبعد اصحاب السعاده اصحاب الفضيله مديرنا الفاضل معلمي الكرام اخواننا الله ضيوفنا الكرام اسعد الله اوقاتكم بالخيرات والمسرات لم تعلم البشريه في تاريخها اساسا يبني نهضتها ويخلد امجادها كالعلم العلم يبني بيوتا لا اساس لها والجهل يهدم بيت العز والشرف فها هي رؤيه القرن الغالي 2030 التي تركز على بناء الانسان علما وثقافه وتهتم بالعلم والمعرفه اساسا راسخا في تلك الرؤيه وهذا دليل على اهميه العلم للوصول الى التنافسيه العالميه لنكون في مصاف الدول العظمى ابائي الكرام ايها الحفل الكريم لقد حرصت مدرستنا اداره ومعلمين على تعليمنا وتربيتنا جنبا الى جنب معكم حتى وصلنا ليبلوكم أيكم
وفق الله الجميع لما فيه مصلحة هذا البلد المعطاء في ظل هذه القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أداب الله في بقائه. سلام الله إني مودع وعيناي من مد التفرق تدنو، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا، وإن نحن متنا فالقيامة تجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم الطالب محمد أحمد الجعفري. وفي مثل هذه المناسبات يبشر إلا أن تكون له إطلالة وبصمة في حفل البهيج. والآن مع شعر تلحيمي أداء مجموعة طلاب المدرسة، إعداد الأستاذ عبد الله العيسى. على حضوره وتشريفه لنا في هذا الحضور.
كما أرحب في أولياء الأمور فهم قدوة لنا وهم مساندين لنا في تقديم خدمة تربوية جميلة لأبناء الطلاب. فأرحب بكم أجمل ترحيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لتسعد النفس بأن أكون ولياً لأب طالب أنهى المرحلة الابتدائية ومتوجهاً إلى المرحلة المتوسطة إن شاء الله، وهو متسلحاً بالعلم والمعرفة قدمها لهم رجال مخلصون اهتموا وكافحوا واجتهدوا معهم، فلهم منا الشكر ولهم منا التقدير ولهم منا الدعاء بالتوفيق. إن معلمي مدرسة الأمير سعود بن جلوي يتشرفون بأن يقدموا رسالة تربوية فيها إجلالا وتقديرا للعلم، فهم ما قدموا لأبنائنا من العلم اليسير. أتمنى إن شاء الله أن نرى أبناءنا في مواكب الدراسة مستقبلاً وأن يكون الطريق مفتوحاً لهم إن شاء الله. إخواني، سعدنا في هذه المدرسة بأن يكون بين جنباتها طلاب ولله الحمد على خلق وتربية، وهناك معلمين أفاضل سخروا لهم كل الإمكانيات، فمنهم العطاء ومنهم الجزيل الشكر على كل ما قدموا. وهذه نخبة من طلاب مدرسة الأمير سعود بن جلوي، سيكون إن شاء الله المستقبل أمامهم مفتوح، وإن شاء الله نراهم في مواكب العلم والمعرفة لينهلوا منها في ظل حكومتنا الرشيدة التي لم تبخل وأعطت وساندت التعليم في كل اتجاه. لهم منا الشكر والثناء، كما أنني أقدم التهنئة خالصة لكل أب ولكل أم سعت في تقديم الرعاية والاهتمام والتربية لجميع طلاب المدرسة. فالحمد لله أن بلغنا هذا اليوم بأن نرى طلاب المدرسة مرحلة الابتدائية وقد أنهوا الصف السادس متوجهين إن شاء الله إلى المرحلة المتوسطة، وهم على خلق، وكذلك يبنون مستقبلهم بشخصية ثابتة لها من العلم والمعرفة الشيء الكثير. أخواني وزملائي، حظيت المدرسة ولله الحمد بمعلمين متميزين في الأخلاق والعلم والمعرفة، ولا وحصول الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور لهو شهادة نفتخر بها جميعا، بأن يكون المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي. جميعنا نفتخر به وجميعنا نقدم له كل الاهتمام وكل التعاون لأن يحصل ما نصب إليه، فشهادته فخر لنا جميعا. له منا الشكر وله منا الثناء على ما قدم لأبنائه الطلاب الذين حظوا بتقديم تعليم مميز وتعليم مبدع خلق لهم جوا تنافسيا شريفا، وحظي له كل الاهتمام والرعاية من قبل إدارة التربية والتعليم بالأحسن. إخواني وزملائي،
المعلمين الأفاضل، أشكركم على عطائكم، بذلت الجهد وقدمت جميع الإمكانيات، سخرت لكم وأنتم قد قدمتم فيها كل الرعاية والاهتمام ليحظوا طلابنا بالعلم والمعرفة وكذلك بالأخلاق الحميدة، فلكم مني الشكر والثناء. أخواني أولياء الأمور، إنها تهنئة خالصة من القلب لمن قدم ورعى هذا الاحتفال، فلهم الشكر في خدماتهم المجتمعية، إنهم أعطوا وبذلوا الجهد، أشكرهم من عميق قلبي، منهم الأستاذ الفاضل الأستاذ جمال السيد الهاشم، حيث أمن للمدرسة 20 جهازاً من الحاسب الآلي، سخر لها الإمكانيات وقدمها، فله منا الشكر في خدمة أبنائه الطلاب، وهو حالياً أحيل للتقاعد قبل أن يرى هذا المعمل الحاسب، لكنه سعى فيه، فله الشكر الجزيل وله الثناء منا. كما أقدم شكري وامتناني لزميلي الأستاذ طالب بن أحمد الكنين، فقد قدم كل المساهمة في تكوين معمل الحاسب الآلي للمدرسة، من تفتيت وشبكة وغير ذلك، فله الشكر وله الثناء منه. كما لا أنسى بالخدمات الجليلة والكبيرة التي قدموها بالشراكة مع المدرسة، منها حلول المطابخ والخزائن، فلهم منا الشكر والثناء. كذلك مطعم توباز فقدم مساهمة مالية للمدرسة في احتفالنا هذا، كذلك العبيد للحفلات والولاء، فنشكرهم جميعا من أعماق قلوبنا، ففرحتهم فرحتنا، قدموا لأبنائنا، وهذا من عطائهم الكبير، فأشكرهم جزيل الشكر. في ختام كلمتي هذا أدعو من الله أن تكلل مساعينا بالقبول من ربنا، والحمد لله رب العالمين. 1 2 3 عرض مرئي يحكي يا باحثاً عن خير صاحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا درباً سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا درباً سواه، فدربهم درب الدعاء. تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين، خير الخلائق وهو خير المرسلين، وتمسكوا بكتابهم وبأيه، عملوا به دوماً فنعم العاملين، وتمسكوا بكتابهم وبأيه، عملوا به دوما فنعم العاملين. صحب يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء. صحب بهم يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم،
صحب كرام لا يملون العطاء، صحب كرام لا يملون العطاء. يا باحثا عن خير صاحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين، خير الخلائق وهو خير المرسلين، وتمسكوا بكتابهم وبأيه، عملوا به دوما فنعم العاملين، وتمسكوا بكتابهم وبأيه، عملوا به دوما فنعم العاملين. صحبهم يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء، صحب بهم يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء، صحب كرام لا يملون العطاء. يا باحثا عن خير صاحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. أنشودة تسير بنا الأيام، أنشودة ختامية لست سنوات مضت من البذل والعطاء، يجسدها الطالب ركان أشرف سليمان من إعداد وإشراف الأستاذ منصور السند. تسير بنا الأيام ونبدع بطفولة جئنا دراية العلم نرفع، بين أسواد العلم نرتقي، ومعلم بنا يحتفي ويبدع. فإذا بطفولتي تكبر بالعلم والأدب، وكأني نحلة بين الزهور ترتع، وفي كل سنة لي وقفة تتجدد مع العلم والمعلم، فإذا بي أنا المبدع. فإذا بالعلم لي سلاح فيه أتمسك، وسرت في دروب العلم أخترع، وللعلا أصبح لي طلب، فإذا بالمعلم يمسك بي ويسرع. فأنا اليوم أقف متخرجا بين يديكم، لي نظرة للأمام تسطع، فشكرا لك أيها المعلم، فأنت لي فخر وزارع. وفي حفلي اليوم أنا أحصد، وأراك مبتهجا بي وصانع،
وأرى في عينيك نظرة تأمل وتقف مصرا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. والآن جاء دور الاحتفاء والتكريم لفلذات الأحفاد مع الأستاذ هشام الدسمان. تسير بنا الأيام ونبدع بطفولة جئنا دراية العلم نرفع بين أسواد العلم نرتقي ومعلم بنا يحتفي ويبدع فإذا بطفولتي تكبر بالعلم والأدب وكأني نحلة بين الزهور ترتع وفي كل سنة لي وقفة تتجدد مع العلم والمعلم فإذا بالعلم لي سلاح فيه أتمسك وسرت في دروب العلم أخترع وللعلا أصبح لي طلب فإذا بالمعلم يمسك بي ويسرع فأنا اليوم أقف متخرجا بين يديكم لي نظرة للأمام تسطع فشكرا لك أيها المعلم فأنت لي فخر وزارع وفي حفلي اليوم أنا أحصد وأراك مبتهجا بي وصانع وأرى في عينيك نظرة تأمل وتقف مصفقا لي ومودع وتقف مصفقا لي ومودع وتقف مصفقا لي ومودع وتقف مصفقا لي حنا أصحاب الهمام ما نحيد وما نلين كلنا ذاك المبادر عزمنا عزم الشباب عزمنا عزمنا لا شمال ولا يمين عزمنا عزمنا فوق شاهقت السحاب فوق شاهقت السحاب I'm
باب الهباب بنحي دوب الليل كلنا ذاك المبادر عزمنا عزم الشباب عزمنا عزمنا لا شمال ولا يمين عزمنا عزمنا فوق شاهقة السحاب فوق شاهقة السحاب تسير بنا الأيام ونبدع بطفولة جئنا لراية العلم نرفع بين أسوار العلم نرتقي ومعلم بنا يحتفي ويبدع فإذا بطفولتي تكبر بالعلم والأدب وكأني نحلة بين الزهور ترتع وفي كل سنة لي وقفة تتجدد مع العلم والمعلم فإذا بي أنا المبدع فإذا بالعلم لي سلاح فيه أتمسك وسرت في دروب العلم أخترع وللعلا أصبح لي طلب فإذا بالمعلم يمسك بي ويسرع فأنا اليوم أقف متخرجا بين يديكم لي نظرة للأمام تسطع فشكرا لك أيها المعلم فأنت لي فخر وزارع وفي حفلي اليوم أنا أحصد وأراك مبتع
تحته جنبي وصانعه، وأرى في عينيك نظرة تأمل، وتقف مصفقا لي ومودعه، وتقف مصفقا لي ومودعه، وتقف مصفقا لي ومودعه، وتقف مصفقا لي.